قناة بي مزة، يا رب يجعل بسمتنا عادة وحياتنا كلها سعادة. هنعمل مع بعض وصفة طبيعية روعة، دايما بعملها انا وولادي. احنا بنعتبرها المعجون الرسمي بتاعنا لانها بتبيض السنان وبتنظفها، وكفاية قوي انها وصفة طبيعية، يعني مش مضاف ليها اي حاجة تقلقك لو غلطتي وبلعتي منها اي حاجة انتي او ولادك. ابلعي براحتك يا ستي. هنشوف بقى مكونات الوصفة. اول حاجة بتجيبي زيت الليمون، بنجيبه من عند العطار. زيت الليمون معروف طبعا انه مطهر طبيعي، مبيض طبيعي كمان، هيقضي على اي جراثيم او فطريات موجودة بين السنان او بين الضروس، وكمان بيشيل اي صفار او اي طبقة جير موجودة. تاني مكون هو اقراص الفحم اللي بنجيبها من الصيدلية، اللي هي احنا عارفينها كلنا، اللي هي الاوكربون. طبعا الخواص العلاجية المفيدة جدا لأقراص الفحم بتشكل مضاد حيوي طبيعي ضد اي عدوى او التهابات او اي روايح كريهة للفم. موجود معانا كمان القرنفل، يعني بنجيب ثمرتين كده او ثلاثة مش كتير يعني من القرنفل. طبعا القرنفل معروف اهميته في التخلص من اي الام للثه او للسنان، وبيحمي من الالتهابات وبيمنع اي روايح كريهة. المكونات الثلاثة دي بيشكلوا معجون سنان منظف مبيض طبيعي روعة، يغنيكي عن اي جلسات تبييض للسنان اللي بتاخد وقت، لانك من اول مرة او تاني مرة بالكتير بتستخدمي الخليط ده هتلاحظي الفرق. بتحطي المكونات التلاتة على بعض وبتقلبيهم، وبفرشة السنان تبدأي تمشي بيها على سنانك زي المعجون بالظبط. يعني اهو بتحطي الزيت على قراص الفحم وتبتدي تقلبيها. والثمره دي كده بتقومي، يعني الحته اللي هي بناخد الحته اللي فوق اللي هي بتبقى ينفع ايه نفركها كده ونعملها زي البودر كده ونحطها على الخليط ونقلبها. الخليط ده بنفرده فوق فرشه السنان، بتفرديه وتقومي بقى حطاها على بقك وتبداي بقى ايه تفرشي بقك، تبداي تستخدميه زي المعجون بالظبط في ضروسك كلها وفي سنانك كلها. تمام كده. طبعا الفرشه هتقولي فرشه هتتوسخ، الفرشه مش هتسود، مش عارف. لا ده مش مشكله خالص. احنا انا ليا طريقه في تنظيف الفرش بعد استعمالها. صحيح بيفضل منظرها مش لطيف كده وبيبقى فيها لون اسود، بس مش مشكله، هوريكي طريقتي في تنظيف فرشه السنان من وقت للتاني وهنعرف الطريقه مع بعض. يلا بينا. بتجيبي كوباية صغيرة فيها حبة صغيرين من الكربونات، ونحط عليهم شوية مية وحبة خل. الخل بقى بيخليها تفور كده، وتحطي فيها فرشة السنان، ولو عندك اكتر من فرشة يعني لونها مغير او حاجة بتحطيهم، بتغسليهم بالطريقة دي وتسيبيهم شوية وبعدين بتشطفيهم بالمية، بينضفوا وبيبيضوا كمان وبيطلع منهم اي سواد او اي جير موجود ومتراكم عليها من السنان، من غسيل السنان. طبعا دي طريقة كويسة جدا في غسل الفرش، وكمان في طرق تانية لتبييض السنان هبقول عليها في حلقات تانية، وفي طرق تانية لتنظيف الفرش برضو هبقى اتكلم عنها ان شاء الله. اشوفكم بخير، يا رب تكونوا استفدتم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو، ولو عجبكم دوسوا لايك، وعشان تتابعوا كل جديد على قناة بي مزة دوسوا سبسكرايب. باي باي.